نقف حاليا عند رصيف رقم 5 في مشروع الأرصفة 5 في ميناء الفاو الكبير. كما تشاهدون الآن أعمال التبليط جارية في هذا الرصيف. سننتهي من كافة أعمال التبليط لهذه الأرصفة جميعها بالشهر المقبل. أما باقي الفقرات فهي مستمرة بالتنفيذ، مثل أعمال الجسور الرابطة. انتهينا من 4 أرصفة لهذه الجسور الرابطة، وحاليا نشتغل بالرصيف رقم 5. أيضا بالشهر المقبل ننتهي من هذه الفقرة. الفقرات الأخرى المتبقية هي فقرات بسيطة إن شاء الله، اللي تتضمن ربط المصدات ومرابط السفن اللي احنا نسميها بيتات. كل هذه الأعمال إن شاء الله تنتهي بوقت قريب وقبل موعد الاستلام في الشهر العاشر من هذا العام.